صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم في كل حلقة من حلقاتنا بنتطرق المواضيع صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، ويصرنا استقبال مداخلاتكم واستفساراتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكركم برقام التواصل ويانا، أرحب فريق العمل وياي اليوم في البرنامج، في الإعداد فريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، وفي التنسيق ميرا القفلي، وفي الإخراج نمر محمد. صبحكم الله بالخير جميعا، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. أذكركم برقام التواصل 600551414، والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. طبعا مثل ما عودناكم برامجنا بتتطرق مواضيعنا بتكون صحية، طبعا عندنا الفقرة التقدوية، وعندنا بداية فقراتنا تكون خبرنا المحلي أو العالمي، وكذلك فقرة السوشيال ميديا. اليوم خبرنا المحلي والعالمي يتحدث عن موضوع جدا مهم، عن قضية التنمر، ويقول تنمر الأشقاء يعرض الأطفال لمشاكل صحية وعقلية. أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن الأطفال اللي يتنمر عليهم أحد أشقائهم هم أكثر عرضة للمعاناة من مشاكل الصحة العقلية في وقت لاحق من حياتهم. وقام باحثون من جامعة بورك بتحليل بيانات حوالي 17,000 طفل في المملكة المتحدة بعمر من 11 إلى 17 سنة، لمعرفة فيما إذا كانوا قد تعرضوا للتنمر من قبل أشقائهم في المنزل. وتم تعريف التنمر على أن إيذاء الأخ أو الأخت عمدا، سواء عاطفيا أو جسديا، مثل الشجار وإطلاق الألقاب السيئة. وكشفت الدراسة اللي نشرت في مجلة الشباب والمراهقة، وشملت 17,157 طفل مع شقيق واحد على الأقل، أن الأطفال اللي تعرضوا للتنمر ما بين عمر 11 و 14 سنة كانوا أكثر عرضة للإصابة بمشاكل نفسية بعمر 17، حيث كانوا أكثر عرضة ليصبحوا انطوائيين بمقدار الضعفين مقارنة بالأطفال الذين لديهم علاقات جيدة مع أشقائهم، كما كانوا أكثر ميلا للاكتئاب وإيذاء أنفسهم. وكشفت الدراسة أن تنمر الأخوة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية عقلية فورية في المدارس، ويتعرض واحد من بين كل 5 أطفال للتنمر كل عام في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة من قبل الأشقاء أو الأطفال الآخرين في المدرسة أو معسكرات الأنشطة أو أماكن أخرى. وطبعا هذه دراسة تركزت على التنمر خاصة بالنسبة للأشقاء اللي يعني يكونون عايشين مع الطفل في بيئة البيت الوحدة. كذلك في مرات التنمر يكون من ناحية الأصدقاء أو من ناحية حتى الزملاء في المدرسة. الجميل الواحد يكون قريب من عياله بحيث ينتبه لأي تغيير في صفاتهم، في علاقاتهم، سواء كانت مع أخوانهم أو مع أصدقائهم، عشان يكتشف هذا الشيء بسرعة. في أطفال صعب يجون عند الأهل ويقولوا لهم فلان ضربني أو فلان قال لي كلمة يعني. فالجميل إن من البداية نركز على صفات أطفالنا، من البداية نلاحظ إذا أي تغير في الطفل بدر منه، بحيث أن نلحق على الموضوع من بدايته وما يتطور. مرات النصايح البسيطة اللي نعطيها لأطفالنا تنفع وتفيد كثير في مواجهة هذا الشيء. ومثل ما نقول الوقاية خير من العلاج. مستمعينا كذلك عندنا فقرة التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا، واللي تعودنا ناخذها بعد فقرة خبرنا المحلي أو العالمي، ويانا زميلتنا أسماء الجناحي. صبحت الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور السرور دكتورة عليش، وعلى المستمعين وعلى كل اللي يسمعون ذاعة نور دبي. حياك الله ويانا أسماء. الله يحييك.
ناخذ شوية جولة في قنوات التواصل الاجتماعي. لكن قبل هذا موضوع التنمر اللي سمعته صحيح. يعني مستحيل مستحيل يكون في طفل ما تعرض لأي نوع من أنواع التنمر. أكيد. يعني هذا اللي أنا استشفيته من عيالنا. لكن أهم شيء أهم شيء إنه دائما الطفل يحس إنه هو في له قبول كبير في البيت، أمه وأبوه وإخوانه محتوينه يحبونه. صحيح. يعني الحب والتواصل اللي يكون بين يعني الأسرة الوحدة في البيت ممكن يعني يصد كل أنواع التنمر. أهم شيء إنه في البيت يكونوا يعني مراعي. أكيد، وهالشيء جزء أساسي. عشان شيء ذكرت معنى أن الأهل يلاحظون التصرفات أو التغيرات على طفلهم. جميل أن تكون المبادرة منهم بدل الطفل. يعني في أطفال ما يقدر ييجي ويقول لك انضربت أو قالوا لي هاي الكلمة. صحيح. وني عند قنوات التواصل الاجتماعي نذكر بآخر الأبديت اللي كانت صايرة ونأكد عليها مرة ثانية. واحد، نقل خدمات عيادة أبتاون الخدمات الوقائية للمراكز الثانية، واللي عنده مواعيد في مركز أبتاون راح يوصل رسالة نصية قصيرة بالموقع الجديد لموعدهم. أيضا هناك مجموعة من الخدمات في مستشفى من كل مستشفى دبي والطيفة تم نقلها إلى مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، وهي أمراض القلب، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض الرئة، وأمراض طب الوراثة والأيض. وأيضا هالخدمات تم نقلها إلى مستشفى الجليلة، وهي حاليا غير موجودة في كل مستشفى دبي والطيفة. غير الخدمات اللي تم نقلها سابقا. ممتاز. أيضا حطينا معلومة كانت يعني مهمة وشفنا أن الناس فعلت معاها، اللي هي الفرق بين نزلة البرد والإنفلونزا. دائما شخص يقول ترى نزلت شم طول السنة، نزلت شم شو ليش أخذ تطعيم الإنفلونزا؟ لكن في يعني حتى لو كان الفرق مو بوايد كبير، يعني واحد يعني شوي في يعني صعب إن الواحد يعرف إذا هاي كان نزلة برد أو هاي إلا بالتحاليل المطلوبة. لكن نزلة البرد تكون بشكل عام أخف من الإنفلونزا، وأسبابها تكون مثلا فيروسات متعددة. لكن الإنفلونزا في فيروس الإنفلونزا هو اللي يسببه. أيضا إن المرض في الإنفلونزا يكون حدته أعلى وتظهر بشكل مفاجئ مو تدريجيا. يعني الواحد يمكن يكون بس برد عادي، إن يعني شوي شوي حس شوي تعبان عقب يتحمى عقب تدريجيا، لكن الإنفلونزا تكون دايرك. وأيضا ممكن الإنفلونزا إن يصير فيها مضاعفة. عشان كذي إحنا دائما ننصح خصوصا الفئات اللي عندهم يعني اكثر عرضه للمضاعفات ان ياخذون تطعيم الانفلونزا، او الاشخاص اللي يهتمون ب اللي عندهم اشخاص عندهم مرضى او يراعون كبار السن اللي عندهم في البيت، او يجلسون مع ناس يعني عندهم مشاكل في امراض المناعيه. فمهم انهم يكونون ايضا ماخذين عشان ما تصير العدوى كذلك لهذه الفئه، وعشان منظر الناس اللي نحبهم. فتطعيم الإنفلونزا متوفر في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية. كل اللي عليهم أنهم يعني يتصلون على 8342 عشان يأخذون الموعد، أو أنهم يقدرون يأخذون الموعد من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي، بس ضغط الزر أنه يأخذون موعد في المركز اللي يكون مناسب أو قريب منهم. صحيح. يعني تغير هالأشياء اللي بغينا نأكد عليها يعني اليوم. تطعيم الإنفلونزا أهم شيء يصيروا خذوه. الحمد لله. والجميل أسماء أنه متوفر يعني في كل المراكز الصحية تابعة لهيئة الصحة في دبي. يعني الواحد المركز يكون عدال بيته، يعني بس ياخذ يقدر ياخذ الموعد في أي وقت خلال من عن طريق الأبليكيشن في الوقت اللي يناسبه، ويسير وياخذ التطعيم ويرجع. نفس ما قلتي، ما بس الأشخاص اللي عندهم معدل خطورة أكثر في حالة الإنفلونزا أن يحتاج يأخذ التطعيم، كذلك الأشخاص الثانيين اللي يمكن تعرضهم لهالشيء بيؤدي إلى نقل العدوى إلى الأشخاص الثانيين اللي هم معرضين للخطورة أكثر. وأنا بأخذ التطعيم هالأسبوع، بس أحب أن أتفق لهم أن أنا بعد مبادرة. الله يعطيك العافية أسماء، وإن شاء الله. وناس ما قلنا وكل مرة نقول الوقاية خير من العلاج. صحيح. مستمعينا
كانت هذه فقرتنا في سوشيال ميديا. نشكرك أسماء الجناحي على هذه الفقرة. طبعا من الأمور اللي ذكرتها أسماء وهي مهمة بخصوص لقاح الإنفلونزا، الحين متوفر في جميع مراكز الصحية التابعة لهيئة الصحة بدبي، تقدرون تاخذون الموعد وتاخذون التلقيح خلال هذه الفترة. مستمعينا طالعين فاصل وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 وعلى الرسائل النصية 4006. حياكم الله. مثل ما تعودنا في كل في الفقرة الثانية في برنامجنا نتطرق لموضوع من المواضيع التقذوية، وطبعا يكون موضوع مهم خاصة لفئات المجتمع كلها. اليوم أتكلم عن موضوع جدا مهم، وأطرق النقطة مثل ما نقول الوقاية خير من العلاج، وهي نكررها يمكن يوميا في برنامجنا لأهمية الوقاية في الوقاية من كل الأمراض. طريقة الوقاية جدا بسيطة مقارنة بعلاج المرض نفسه، واليوم في فقرتنا التقذوية بنتحدث عن التغذية والوقاية من السرطان. يعد النظام الغذائي المتوازن أفضل ضمانة للتمتع بصحة جيدة، خصوصا إذا ما عرفنا أن هناك بعض الأطعمة اللي تمنع الإصابة بأمراض كثيرة وتكافح مضاعفاتها كذلك، لا سيما الأمراض التي باتت شائعة مؤخرا مثل السرطان. والعلاقة بين التغذية والسرطان هو موضوع فقرة التغذية لدينا اليوم، ويسرنا يكون ويانا عبر الهاتف الأستاذة نجلة درويش اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير أستاذة نجلة. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة. حياك الله ويانا برنامج صحة وسعادة. الله يحييك ونحيي جميع المستمعين ونقول لهم صباحكم خير. صباحك نور وسرور. طبعا فقرتكم من أهم الفقرات كذلك في برنامجنا لأهميتها، فحابين نتعرف أكثر اليوم عن موضوع التغذية والوقاية من السرطان. وقبل بداية حابين نتحدث عن أهمية النظام الغذائي المتوازن في الوقاية من أمراض السرطان بشكل عام. طبعا مثل ما ذكرتي دكتورة، الوقاية خير من العلاج. النظام الغذائي الصحي والمتوازن المتبع بالفعل له دور جدا في الوقاية من أمراض السرطان بشكل عام، كوني أتبع نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه والخضروات الورقية والأطعمة اللي هي شاملة طبعا النشويات كميات محدودة والغنية بالبروبيوتك مثل الزبادي وأطعمة الوقاية من السرطان بشكل عام، الأسماك الدهنية، هذه كلها يعني كل هذه كأهمية النظام في أني أحافظ أوقي نفسي من أمراض السرطان بشكل عام، وأني أحافظ على الأوقات المناسبة للأطعمة الكميات المحددة، هذه لها دور جدا مهم في الوقاية من الإصابة بأمراض السرطان. نعم، خاصة أن ذكرتي ما بس الطعام، حتى توقيت الطعام. فعلا، وعدم الإفراط في تناول الطعام، يعني في ناس ممكن تحبس وجبات وتركز فقط على الأطعمة اللي هي الخفيفة. صحيح. وتقول إن هذه الأطعمة الخفيفة خلاص، يعني أنا ما ياس أكل وجباتي الرئيسية وهالأطعمة الخفيفة، ويمكن هالأطعمة الخفيفة العالية بالسكريات والعالية بالسعرات الحرارية هي اللي تؤدي إلى أن في خلل في نظامهم الغذائي المتوازن. فنحن دائما نقول نظام غذائي صحي ومتوازن. صحيح. طريقة انتقائي للأطعمة، يعني ممكن الشخص يقول إن هذا أوكي بعد نظام، يعني أنا ياس أتبع نظام صحي، لكن في نفس الوقت ما في موازنة، ما في حساب بالكميات اللي يحتاجها الشخص وياخذها بشكل عشوائي. صحيح، وهي نقطة جدا مهمة. أستاذ نجلة، حابين نتعرف عن الأقضية اللي تنصحون في الابتعاد عنها كونها تشكل عوامل خطورة للإصابة بالسرطان. بالفعل في الأقضية، بالأول إحنا نقول أول شيء اللي هو تجنب الوزن الزائد. نعم. يعني مثل الأقضية والأطعمة المسببة لزيادة الوزن والسمنة، مثل المشروبات السكرية العالية بالسعرات الحرارية العالية بالدهون، مثل ما تعرفين دكتورة يعني جرام من الدهون يعطينا تقريبا 9 سعرات حرارية، نحن نتكلم عن جرام واحد من الدهون. فطريقة انتقائنا للأكل بحيث أني أنا لو ركزت على الأطعمة اللي هي الغنية بالدهون
هني الدهون بشكل عام مقالي أو ما شابه، يعني كل أنواع الدهون بتكون غنية بالسعرات الحرارية، فأنا بالتالي أحاول أقلل هذه الأطعمة المقالي، الأشياء اللي فيها سعرات حرارية، المشروبات السكري مثل ما ذكرنا، اللحوم المصنعة أحاول أني أنا يعني إذا بالإمكان أني أنا أتجنبها في الأطعمة في النظام الغذائي يكون أفضل، وأركز على الأطعمة الطبيعية. هذه الأطعمة اللي نحن ننصح بالابتعاد عنها، اللحوم المصنعة، اللحوم طريقة تخزينها يعني مثل ما نحن عارفين تعرضت لعوامل تصنيع وكذا، فهذه الأشياء تؤدي أو تزيد من مخاطر الإصابة بالسمنة. نعم طبعا مثل ما ذكرتي هناك علاقة بين السمنة والإصابة بمرض السرطان كذلك. صحيح، ارتبطت السمنة بزيادة خطر الإصابة بمرض السرطان. من في كثير من الأبحاث العلمية والدراسات أشارت أن العديد من أنواع السرطان وأكثرها شيوعا، يعني اللي منتشرة حاليا اللي هي مثلا سرطان الثدي لقوها عند الناس اللي يعانون من السمنة، ونحن نقول المؤشر يعني السمنة اللي هو يعني مؤشر كتلة الجسم، أو نقول معدل كتلة الجسم اللي هو يعني من 30 فما فوق، فلقوها عند الناس اللي تعاني من السمنة. نعم. طبعا دكتورة إذا بغينا نذكر حسبة اللي هو مؤشر كتلة الجسم، ناخذ الوزن مقسوم على تربيع الطول، يعني يكون مربع الطول. نعم. بالمتر وليس بالسنتيمتر عشان يطلع لنا رقم، فنحن عارفين المؤشر عندنا اللي هو في مرحلة الوزن الطبيعي، في مرحلة زيادة، لكن مرحلة السمنة اللي فوق 30 لقوا أن الأبحاث هذه لقيت أن الناس اللي أصابوا بالسرطان واللي كانت عندهم مخاطر الإصابة بالذات عند الأشخاص اللي يعانون من السمنة. ليش دكتورة؟ لأن الدهون الزايدة بطبيعتها تغير مستويات الهرمونات في الجسم، وهذا اللي يزيد خطورة الإصابة بأمراض السرطان وحتى الدهون اللي متراكمة في منطقة البطن. نعم أستاذ نجلة، يعني بنكمل الموضوع بس إنه مداخلة بخصوص الموضوع. أستاذ سعيد السلام عليكم. عليكم السلام، صبحك الله بالخير. خير النور، إزاكم الله خير على إتاحة الفرصة لي. حياك الله. وقبل هذا إزاكم الله خير على مناقشة المواضيع المهمة. حياك الله. ويعني الله يحييك. الله يسلمك. بالنسبة للعلاج الكيماوي للسرطان، نعم يعني الكل لاحظ أنه ما غير مجدي، ما منه فايدة، وهناك في بعض العلاجات الشعبية. نعم. علاج شعبي مكتشف أظني عن كذا شخص سمعت عنه في الإمارات، على إنجاز وطني بعد يعتبر زين. وثاني شيء يعني علاج ناجح ومجدي مفيد، يعني يقضي على السرطان. ليش ما يتبنى هيئة الصحة أو وزارة الصحة وتطوره يعني عشان الناس تستفيد؟ إن شاء الله أخوي سعيد بنتكلم عن الموضوع وخاصة علاجات السرطان بين العلاج الطبي والعلاج كذلك الشعبي والفرق بينهم إن شاء الله. هي نقطة مهمة كذلك، نحتاج نتطرق مثل هالمواضيع، وإن شاء الله بيكون لنا حلقة بخصوص علاجات السرطان وكذلك الخدمات اللي توفرها هيئة الصحة في دبي لهالفئة من الناس. وشكرا أستاذ سعيد على مداخلتك. أستاذ نجلة نرجع كل الشكر للأستاذ سعيد. تفضلي دكتورة. صحيح، وإن شاء الله بنتكلم عن الموضوع بشكل أكبر خلال فقرات برامجنا، لأن حابين ننقل توعية والثقافة للناس تتعرف على أنواع العلاجات الخاصة بالسرطانات، لأن كل نوع يختلف عن النوع الثاني في طرق العلاج. بالضبط دكتورة. بحبيت أذكر نقطة خاصة. نعم. من الناحية الغذائية. نعم. يعني مثلا في ناس والحين مثلا في بعض الأطعمة، في أطعمة معينة تقي من نحن هذه النصايح اللي بديناها من شوي كانت كلها طرق الوقاية من أمراض السرطان. صح. لكن في خطة ثانية، خطة علاجية بالتعاون مع الفريق الطبي سواء كان طبيب اختصاصي تغذية، المعالجين الأساسيين المختصين لأمراض السرطان، تكون لهم خطة ثانية غير عن طرق الوقاية. يعني النظام الغذائي لمريض السرطان مختلف
عن النصايح اللي قاعدين نتحدث عنها حاليا. صحيح. للوقاية. خاصة أن يحتاج مكملات غذائية، خاصة إذا كان عنده عمليات معينة أو أن كان عنده يعني مضاعفات من أدوية معينة. فيحتاج. أو حسب نوع السرطان نفسه وين مكانه موجود، ويكون في خطة غذائية للمريض نفسه عن طريق حساب السعرات الحرارية، شهية المريض، يعني مدى اللي هو استقبال الأكل اللي قاعد يأكله، وين منطقة الضرر. فهذه كلها ننصح الناس المصابين انهم يعني ياخذونها من اهل الاختصاص. صحيح. سواء كان الفريق الطبي من اختصاص التغذيه. صحيح. يكون افضل. وهذه جدا مهمه. نعم. ايه. وفي نقطه دكتوره ما اعرف هي شائعه يعني ممكن يعني اكثر شيوعا عند الاهلي، ان في ناس مثلا تسمع ان الثوم بعد زين مفيد بس ياخذونه بكثره. صحيح. انا ما اعاني من المرض وما عندي اي مشكله، وحتى لو كنت اعاني انا استشير اصحاب الاختصاص، لكن اذا انا بغيت وقايه فانا ممكن اضر نفسي بالكميات اللي قاعد اتناولها. يعني ممكن شخص يكون عنده مشكله في المعده او عنده حموضه او قرحه معده وياكل مثلا الاطعمه هذه ظنا من انه يقي نفسه من السرطان، في نفس الوقت ممكن يكون سبب مشكله ثانيه عنده في المعده. يعني بس النصائح اللي حبيت اوجهها يعني للمستمعين. نقطتك هذه جدا مهمة. في ناس كثيرة تعتمد أن هذا المنتج صحي فتزيد فيه بكميات جدا كبيرة. فعلا. والأوقات كذلك ممكن يأخذونها في الصباح الباكر. صحيح. كميات كبيرة ثوم الني أو وأشياء يتناولونها بكثرة، فممكن يبلهم الضرر أكثر ما أنه ينفعهم. صحيح. وكل مكون غذائي له نسبة معينة يحتاجها جسمنا، يعني حتى الزيادة فيه يمكن تأثر بطريقة سلبية على الجسم. بالضبط دكتورة، بالضبط فعلا. بالنسبة للأطعمة اللي هي تقي من هذا المرض بشكل عام، نحن نركز على مضادات الأكسدة، الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، ودائما ننصح الناس أنهم يعني يدخلون الألياف الغذائية، الخضروات والفواكه في نظامهم الغذائي، لأن أغلب الخضروات والفواكه غنية بمضادات الأكسدة، وهذه جدا مهمة في أنها تطرد الشوارب الحرة في الجسم وتساعد على صحة الجسم والوقاية من أمراض السرطان والعديد كذلك من الأمراض. النظام الصحي المتوازن كذلك. أستاذ النجلة، ذكرتي مضادات الأكسدة، غير عن الخضروات والفواكه وين نقدر نلقاها مضادات الأكسدة؟ مضادات الأكسدة كذلك ممكن إحنا نلقاها في الأسماك الدهنية مثل ما ذكرنا. نعم. اللي هي الأسماك الدهنية لما أذكرها دهنية أقصد فيها الدهون الجيدة. نعم. الأوميجا 3 عندنا، زيت الزيتون بكميات معتدلة، عندنا المكسرات كذلك، وننصح بغير المملحة ما نزيد من كميات الملح يعني حتى لو كانت المكسرات. عندنا كذلك البكتيريا النافعة الموجودة في الزبادي اللي هي المنتجات الألبان، هذه فيها بكتيريا نافعة وبالذات الزبادي مفيدة جدا للوقاية من هذا المرض، والخضروات والفواكه وأشهرها طبعا التوت، التفاح، عندنا من الخضروات البروكلي، هذه الأشياء فيها مضادات أكسدة طبعا تتفاوت النسب من غذاء لآخر يعني من نوع لآخر. أستاذ نجلة عنا وداخلة ثانية أبو حمد. صباح النور والسرور، حياك الله ويانا أبو حمد. الله يبارك فيك. اليوم يعني أنا أشوف أن الأمراض اللي ما كانت لنا قبل 30 سنة اليوم موجودة، وأتوقع أن الغذاء له دور كبير فيها بالإضافة لضغوطات الحياة والسرعة وغيره، لكن أنا أشوف أن توعية في المركبات هذا E400 وغيره وكذا يكون يعني في مواقع منافذ البيع بلوحة من هيئات الصحة وكذا، وثاني يكون واضح على الأشياء ان يصير بعدين الشخص يعرف ان الرقم مع الرقم الفلاني قد يسبب له المشكله الفلانيه. المشكله المواد المضافه تقصد اللي على اطعمه، صح؟ المواد المضافه المواد الحافظه. اي بالضبط. فهو لما يكون موجود في على منافذ البيع لوحه من عيادات الصحه ان هذه تسبب كذا وهي تسبب كذا، وتكون واضحه على نفس السلع نفسها، ما تكون بخط صغير ومبهم وغيره، يعني بتبدأ تتوعي المجتمع. ثانيا قضية اليوم الطفل والغذاء، يعني الاعتماد على المساعدات والمربيات وكذا، عدم الاكتثار، الأغذية والأطعمة السريعة، هذه كلها تخلي الجسم لا سمح الله بكرة قد يكون معرض لمثل هذه الأمراض. فقضية الفطور، النقاصة في نفسها، الوجبات اللي توفر،
فهي إذا أنت الجسم صحيح من البداية وتربى على حب الفواكه والخضروات والأغذية الصحيحة، يعني عمل البناء الذاتي لنفس لما يكبر. صحيح كلامك صحيح. جزاكم الله خير. شكرا بو حمد على مداخلتك، صراحة النقاط اللي ذكرتها جدا مهمة. أستاذ النجلة بخصوص أول اقتراح اقترحها بخصوص البطاقة الغذائية أو الإضافات اللي موجودة، عشان كذي نحن لازم نوعي الناس والمجتمع أنهم يقرون البطاقة الغذائية ويحاولون قد ما يقدرون يقللون من استهلاكهم للمواد اللي فيها، يعني المنتجات الغذائية اللي فيها مواد حافظة بكميات كبيرة. طبعا هي معتمدة بمقادير معينة، لكن أنا أحاول أني أنا أخفف منها قدر الإمكان إن شاء الله، لأنه لابد يعني في استخدامها لكن بكميات معتمدة وتكون آمنة للجسم. بنتطرق أستاذ النجلة لهذا الموضوع بخصوص البطاقة الغذائية، يعني شرحنا قبل وإن شاء الله بنتكلم عن بطريقة توسعية أكثر، وخاصة في المواد الحافظة اللي موجودة في الأطعمة اللي مثل ما قلتي مهمة، وكذلك لازم نعرف مقدارها بالضبط. وكذلك النقطة الثانية اللي تكلم عنها أبو حمد وهي نقطة مهمة، الأطفال وتغذية الأطفال، يعني خاصة في فترة المدارس، فهاي النقطتين إن شاء الله بنتكلم عنهم أكثر وأكثر في برامجنا أو حلقاتنا القادمة. أستاذ نجلة درويش، اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. كل الشكر لكم على الاستضافة، وإن شاء الله نتمنى لكم وللمستمعين يوم سعيد. أستاذ نجلة قبل ما نختم وياك في مداخلة ثالثة كذلك. السلام عليكم. عليكم السلام. بحيي البرنامج وبحيي الأستاذة نجلة، حياك الله. أنا بس ما عنديش أي استفسار، بس طبعا بضم صوتي لصوت أبو حمد، يعني للأسف هو قال اللي أنا كنت عايز أقوله كله. إضافة يعني الحمد لله أنا يعني دارس كورس في التغذية ما شاء الله، مش أنا مش طبيب، بس يعني محضر كورس التغذية للتوعية بس لشخصي أو لأهلي وعيلتي. انا يعني انا شايف ان الرب يعني الله عز وجل خلق الانسان بجهاز مناعي يعني يتحدى اي مرض مهما كان خطورته. صحيح. احنا اللي بنخربه، احنا اللي بنخربه بحاجات كتيره قوي غير التغذيه كمان. طبعا التغذيه رقم واحد، العناصر اللي ناقصه في جسم الانسان دي بتفرق جدا. يعني في مقولات كتيرة من بره، من سواء في دكاترة في أوروبا أو في أمريكا أو كده، بتقول لو اكتشفنا المعدن أو الفيتامين ناقص في الجسم يعني هنقضي على أي مرض. دي أول شيء. تاني شيء إن في ناس مش واخدة بالها إن في برضو عادات حياتية عندنا بالنسبة للنوم، بتنام إمتى، بتنام كم ساعة. صحيح. وإمتى دي بالذات يعني ما نمشي الفجر مثلا وأوكي مثلا 12 ساعة، لا في ناس لازم نوازن بالضبط. يعني الطبيعي بتاع الإنسان اللي هو بعد العشاء، بعد صلاة العشاء مباشرة احنا خلاص بنتأهل للنوم، ونوم عميق في غرفة شبه ظلمة تمام لحد الساعة 5، لحد الفجر. فهو دوت أكتر وقت بالنسبة لجسم الإنسان اللي بيعيد تهيئته من تاني، زي ما بيقولوا ما ريستارت للجسم يعني. صحيح، لأن مو بس التغذية كذلك، يعني أشياء ثانية تلعب دور. ونشكرك على هذه المداخلة وأنك وضحت هذه النقطة، يعني مش فقط التغذية. داهمنا الوقت صراحة، والمواضيع جدا، موضوعنا اليوم جدا شيق ويهم فئة كبيرة، وإن شاء الله نتطرق بنفس المواضيع إن شاء الله في حلقاتنا القادمة كذلك. أستاذ نجلة شكرا لك. كل الشكر لكم. شكرا لك. مستمعينا طالعين فاصل وراجعي لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005514114 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله.
اليوم بداية فقرة حلقتنا اليوم تكلمنا عن مشكلة التنمر للأشقاء وكيف يعرض الأطفال مشاكل صحية وعقلية. في فقرتنا الحين بنتكلم عن أهمية الصحة النفسية للأطفال. طبعا الصحة النفسية للأطفال من القضايا المهمة اللي يجب التركيز عليها والعمل على رفع الوعي المجتمعي تجاهها، خاصة وأن الأطفال الأصحاء نفسيا يتمتعون بحياة إيجابية تمكنهم من التقدم في حياتهم وتكوين علاقات صحية بمن حولهم من أفراد المجتمع. وللحديث عن هالموضوع وأهمية التوعية بالصحة النفسية للأطفال يسرنا يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الدكتورة فاطمة سيد أحمد، اختصاصية الطب النفسي بهيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير دكتورة فاطمة. صبحت الله بالنور والسرور. حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. الله يحييكم. طبعا دكتورة فاطمة، طبعا الصحة النفسية للأطفال لها دور مهم وكبير وخاصة في مرحلة الطفولة، ومع الوقت الطفل يعيش في هذه الصحة النفسية لين ما يكبر وتنعكس عليه في فترة الشباب وكذلك فترة الشيخوخة. وطبعا عندنا أشياء كثيرة لها علاقة بالصحة النفسية، واليوم بنتحدث وبنركز أكثر بخصوص اضطراب فرط الحركة وقلة الانتباه عند الأطفال، فحابين نتعرف على نتعرف عليه أكثر خلال برنامجنا. أوكي، اضطراب فرط الحركة وقلة الانتباه هو من الأمور الشائعة اللي نشوفها نحن في القسم النفسي عندنا في الصحة النفسية يعني بشكل عام، والقسم النفسي في مستشفى راشد. فمن باب التوعية بخصوص هالموضوع حابين نعرف الناس أكثر ما هو الاضطراب هذا. هو اضطراب عصبي يخص الدماغ، إن الدماغ يعني في مرحلة النمو ما يكون اكتمل بالشكل أو نضج بالشكل الكامل. فيحدث في مرحلة الطفولة، لكن ممكن يستمر آثاره وأعراضه تستمر لمرحلة البلوغ، مثل ما قلتي بعد ممكن لمرحلة الرشد. اللي يصير أن الدماغ لأن ما اكتمل ونضج بشكل جيد يكون في مثلا نقص في الناقلات الدماغية أو الموصلات الكيميائية الموجودة مثل الدوبامين والأدرينالين، تكون هذه موجودة يعني بنقص عند المصابين باضطراب فرط الحركة وقلة الانتباه. وللأسف ما عندنا سبب واضح، لكن الدراسات بينت أن في عوامل معينة تسبب أن هذا الاضطراب يكون أعراض جديد ومشاكل جديد. في عدة أنواع نحن نسميه اضطراب فرط الحركة وقلة الانتباه، لأن في يعني مثل ما نقول أعراض قلة انتباه وفي أعراض فرط الحركة والاندفاعية. ففي ثلاث أنواع منهم. في بعض الأطفال بس يكون عندهم قلة الانتباه، وفي أطفال يكون عندهم فرط الحركة والاندفاعية فقط، وفي النوع الثالث اللي هو اللي يدمج بين الاثنين. بالنسبة لقلة الانتباه نشوفها أكثر في الإناث، لكن فرط الحركة والاندفاعية نشوفها أكثر في الذكور. فهذه من ناحية يعني الأعراض بشكل عام والأنواع. بالنسبة للأعراض أحيانا يعني نحن ليش وايد نركز على اضطراب فرط الحركة وقلة الانتباه، لأن الأهل والمعلمين والناس اللي حول الطفل يتحرون أن هذا سلوك بادر من الطفل نفسه. صحيح. أن الطفل نفسه ما قاعد يسمع. صحيح. أن الطفل يعاند، أن الطفل حركي بزيادة، لكن هم مو فاهمين أن الطفل هو مو قادر يسمع، هو مو قادر يعني يجلس لفترة طويلة في مكانه. فيعتقدون أن الطفل عنده مشاكل سلوكية أو عنده مثلا أمور أخرى، في حين أنه هو للأسف يعني يعاني من اضطراب عصبي يحتاج يعني مساعدة، يحتاج تشخيص صحيح، يحتاج تدخل علاجي مناسب. صحيح دكتورة، كيفية التشخيص لهاي الاضطرابات؟ طبعا التشخيص نحن يعني اهم شيء ان نحن ناخذ معلومات كافيه من كل المصادر. نعم. ناخذ المعلومات الكافيه من اولياء الامور، ناخذ المعلومات الكافيه من المدرسه ومحيط الطفل او اي بيئه يعني متواجد فيها الطفل. نعم. وبعد ما نجمع كل هذه المعلومات نسوي مقاييس يعني تشخيصيه محدده نمشي عليها، لأن نحن ما نبغى يعني ناخذ المعلومات بس بشكل عشوائي، لا نجري مقاييس
تشخيصية محددة نمشي عليها. نعم. ونشوف هل فعلا الطفل هذا قاعد يعاني من اضطراب فرط الحركة، أو هو مثلا مشكلة سلوكية، أو صحيح. هو مثلا مشكلة مثلا صعوبات تعلم، لأن ممكن يكون في وايد خليط يعني تشابك بين أعراض صعوبات التعلم مع اضطراب فرط الحركة، وأيضا في تشابك بين الأعراض السلوكية للاضطرابات السلوكية مع اضطراب فرط الحركة وقلة الانتباه. فنحن ما عندنا للأسف يعني فحص دم أو مثلا عندنا تصوير إنه ممكن يبين لنا في مشكلة ولا، لكن بالمعلومات الصحيحة بالمقاييس الصحيحة بأخذ المعلومات كلها نقدر نتوصل للتشخيص. تقريبا التشخيص يكون قبل العمر الـ 12، يعني نحن أغلب الأعمار التي هنا تقريبا تكون يعني توا الحين مثلا 3 سنوات 4 سنوات توا بدأ يدخل الكيجي وبدأ تظهر عليه الشكاوي من المدرسة. نعم. أو أنه مثلا صار له فترة طويلة ولكن يعني قاعد يقولون ممكن هو سلوكيا، يعني مثل ما قلت لك يقولون أنه هو سلوكيا طفل غير منضبط، يلومون الطفل يعني لين ما يشوفون الوضع لا، أو ممكن شخص يتدخل يقول ممكن يحتاج استشارة طبيب فبعدين يقولنا. فهاي المقاييس والمعلومات اللي نجمعها يعني من كل الأطراف، ما نقدر نقول ان الطفل عنده مثلا اضطراب فرط الحركة وقلة الانتباه اذا كان هو سلوك الحركة وقلة الانتباه بس موجودة في المدرسة، لكن هو في البيت طفل هادئ. لازم يكون في كل مكان، هي ما يصير نقول هاي النقطة جدا مهمة ذكرتيها دكتورة، يعني حتى يركز عليها أولياء الأمور أن الطفل ما بس في مكان واحد عندها فرط الحركة، يعني ما بيوم قاعد مع أصدقاء ولا مع أطفال في السنة، يعني طول الوقت سواء في المدرسة سواء في البيت، يعني عدم التركيز أو الانتباه أو نفس ما قلتي الاندفاعية وفرط الحركة الزايدة. هي. لازم يكون في كذا بيئة. نحن دائما في يعني في التشخيص نعتمد إنه إذا كان في بيئتين، يعني بيئة المدرسة وبيئة البيت، يعني نعتقد إنه خلاص هنا يعني هذا بند مكتمل، وبعدين نمشي على الأعراض على أساس نشوف هل هي مكتملة الأعراض كل الأشياء موجودة ولا لا. يعني إذا بنتكلم عن الأعراض، نعم. يعني إذا بنتكلم عن قلة الانتباه، نحن أحيانا نلاحظ أن الأطفال يعني يكونون كأنهم يعني سرحانين أو أن ذهنهم في مكان ثاني يوم نحن نكلمهم. إذا عطيناهم مهمة على أساس أن يحلونها ياخذ وقت طويل لأنه قاعد يعاني صعوبة، مو قادر يركز عشان ينهي هذه المهمة. صحيح. إذا فيها تفاصيل بسيطة ودقيقة ما ينتبه لهذه التفاصيل، فتحسين أن في أخطاء عشوائية وفيها نوع من التسرع لأنه ما قاعد ينتبه للتفاصيل. صحيح. بعض الأطفال يفقدون مثلا مستلزماتهم، يعني الأقلام، أمور ألعابهم كذا، لأن ما في تركيز على الأشياء والأشياء اللي يملكونها، فبالتالي يفقدونها. صحيح. النشاطات اليومية بعد ممكن ينسونها، مثلا بعضهم ينسون مثلا يفرشون أسنانهم كذا، كله من باب عدم التركيز. بالنسبة للفرط الحركة والاندفاعية، الحركة الزايدة إنه ما يلسع على الكرسي في الصف، عنده وايد مشكلة في إنه يلسع على الكرسي، إذا كانوا رايحين مثلا مطعم ما يلس في مكانه، دائما يتحرك، دائما يركض، دائما يتسلق مثلا إذا في فرنيتشر يعني في أثاث أو شيء يتسلق عليهم، دائما متسرع في الإجابة، يعني قبل لا نحن نكمل السؤال هو يقاطع ويجاوب، إذا كان في شيء لازم يتريى دوره صعب عليه إنه يتريى دوره، دائما مندفع يقاطع الآخرين، يتحدث بكثرة، يلعب مثلا بصوت جدا عالي ما يقدر يلعب بصوت هادي، فهذه كلها أعراض الفرط الحركة والاندفاعية. نذكر مستمعينا بأرقام التواصل كذلك خلال هذه الفقرة 600551414 وعلى الرسائل النصية 4006 خلال هالفقرة، ويانا الدكتورة فاطمة السيد ونتكلم عن موضوع اضطرابات الحركة عند الأطفال. دكتورة فاطمة، طبعا أكيد في علاجات متوفرة حاليا وعلاجات متنوعة، فحابين نتكلم أكثر عن هذه العلاجات خاصة الأهالي اللي عندهم أطفال عندهم فرط حركة وقلة تركيز. طبعا أكيد يواجهون مشكلة من ناحية الدراسة، من ناحية التصرف وياه في البيت أو حتى في المدرسة، فشو العلاجات المتوفرة؟ نحن دائما نقول أول يعني العلاجات متوفرة الحمد لله، وفي تدخل نحن ممكن نسوي، لكن أول خطوة هي إن نحن نسعى إن نحن نقوم بالتشخيص الصحيح، لأن نص مثل ما قلنا نص العلاج إن نحن نشخص بطريقة صحيحة. صحيح.
صحيح. ليش؟ لأن نحن نكسر حواجز كثيرة قاعد يمر فيها الطفل. الطفل طول الوقت قاعد يلام، ثقته بنفسه قاعد يعني مثل ما تقولين تنهز، قاعد يعتقد أنه عنده صعوبات تعلم أو مو قادر يتعلم وياخذ المعلومة، كل هذه وكل هذه قاعد تأثر عليه هذا الطفل، وقاعد تأثر حتى على علاقة الطفل بالمعلمين، علاقة الطفل بأولياء الأمور. فالتشخيص الصحيح هو أول خطوة. دائما نوجه الأهالي إن اسعوا إنكم أنتوا على الأقل تشخصون، وبعدين الحلول موجودة الحمد لله. نركز دائما نحن نبدأ الأساسيات. الأساسيات إنه لازم الطفل يكون النوم عنده منتظم، الأكل يكون صحي، يكون عنده نوع من الرياضة اللي يعني يطلع فيها طاقته. كل هذه تخلينا نحصل مثل يعني مثل ما تقولين baseline، إنه في توازن في حياة هذا الطفل. نعم. بعدين نتدخل بشكل يعني في الجانب الدوائي وفي العلاجات الأخرى. العلاج الدوائي طبعا في أنواع من العلاجات الدوائية. نعم. وهي الأكثر فائدة أمانة. ليش؟ لأن نحن قلنا أنه هو اضطراب عصبي وفي مشاكل في الموصلات الكيميائية الموجودة في الدماغ، فبالتالي التدخل الدوائي شيء لا بد منه. لكن نحن بعد ما نقول للأهالي، لأن في تخوف، خلينا نكون صريحين، الأهالي من تقولين لهم والله في دواء راح يقولوا لا احنا ما راح نجيب ولدنا، ليش ما نبغى نبدأ الأدوية؟ لا، خلينا نبدأ بالتشخيص، نبدأ بالأمور الثانية، يعني العلاجات السلوكية ممكن نحن نطبقها، أنظمة المكافآت، نسوي سيتنج معين للطفل على أساس نساعده. دكتورة فاطمة بقاطعك، بس عندنا مداخلة من أم حمدان. أم حمدان عليكم. عليكم السلام، حياك الله أم حمدان. يا هلا دكتورة، شحالك؟ حياك الله ويانا. الحمد لله، الله يعافيك. أنا ولدي الحين تقريبا عمره 7 سنين. أوكي. زين، ولاحظت عليه في فرط حركة تقريبا من الكيجي. أوكي. فالحين الولد عنده فرط حركة وفي نفس الوقت متأخر في النطق. أنا على أساس أن دخلت المدرسة، بس في المدرسة أبد ما يلف في الصف. يعني ما استوعب، يعني ما عنده استيعاب أن هاي مدرسة وأن لازم يلف، أبد ما استوعب هالموضوع. فأضحل حركة الموضوع في البيت. كيف هو؟ هل هو بعد حركي في البيت؟ في البيت حركي، في البيت بعد حركي. أوكي. دكتورة، عندنا مداخلة ثانية، بناخذ المكالمة الثانية لأن في سؤال كذلك وبنجاوب عليهم مرة واحدة إن شاء الله. شكرا دكتورة، شكرا أم حمدان على مداخلتك. شكرا حبيبتي. شكرا، يعطيك ألف عافية. أبو حمد، السلام عليكم. حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. الله يبارك فيكم. بالنسبة للموضوع، أول حاجة ثقافة للأسر الجديدة في قبل الإنجاب، في أمور قضية اللي هي الأشياء الأساسية اللي انتبه لها الوالدين حتى يتوجهون للأشخاص حاب القدرة في الموضوع. صحيح. ثانيا، المدارس اختفى فيها المقصاة الاجتماعي اللي هو ممكن يعني يتعاون مع الأسرة بحيث أن الطفل هذا من البداية يتم يعني الانتباه له والحرص عليه بحيث يعني ما تتأزم عند الأمور الكبيرة. الملاحظات اللي موجودة بالنسبة لقضية يعني حتى التنمر اللي يصير، حتى لو إنه ما في هذه الحالات، تجاوب الطفل الإيجابي وتعليم الأشياء الإيجابية اللي حسبه لوالديه بحيث إنه ينتبهون لمواضيع كثيرة ويتفادون أشياء ومشاكل كثيرة. لكن أنا أتمنى الأخصائي الاجتماعي حتى لو ما كان في المدرسة صفة دورية يكون المرور والتعامل بين المدرسة وبين هذه الأخصائي الاجتماعي، بحيث إذا كان الطفل ما منتبه، الطفل حركي، الطفل كذا، بحيث يكون الثلاث أطراف اللي هو الجهة العلاجية والمدرسة والأسرة يكون بينهم تعاون حتى الطفل هذا ما تتأزم عند الأمور. جزاكم الله خير، مشكور. شكرا أبو محمد، أبو حمد قصدي، المعذرة. أم محمد، حياك الله أم محمد ويانا. صباح النور. صباح الخير. صباح النور على الدكتورة. أنا جدا سعيدة أني هالصبح سمعت الموضوع، لأني أم لطفل ADHD وتعرفت على المرض هذا يعني من قريب. ولدي عمره 8 سنوات
وصار لي الحين تقريبا سنة من عرفت عن الموضوع، عرفت أن عنده هذا الاضطراب. الحين هذا شهر التوعية، مثل أظني الناس كلهم اللي عندهم ADHD أو اللي أطفالهم عندهم ADHD يعرفون أن شهر أكتوبر شهر التوعية. أنا وايد استانست أنه سمعت أنكم تتكلمون عن هالموضوع. أحب أقول بما أني والدة الطفل ADHD، والله أنهم حنونين جدا، لو تشوفون إيش كثر ينقزون، إيش كثر يلعبون، إيش كثر يسوون حشرة في البيت وبيوت الناس، الناس تتأسس منهم، الناس تنزعج منهم، المدرسين ينزعجون منهم، والله أنهم أطفال لا يتعمدون. يعني الناس اللي تشوف عيالها اللي تشوف أن عيالها، تلاحظ هالشيء، تلاحظ عيالها شو فيهم من هو صغير، تلاحظه. نعم صعب شوي أنه يتشخص، بس أنت بتلاحظ أن الولد مثلا ما ينتبه لكل الأشياء، ما يقدر يركز لأي شيء مدة أكثر عن 3 دقائق. فإذا أنت تلاحظ ولدك، سارع بأنك تشخصه، سارع بأنك تبدأ لإيد الإيد المساعدة، ترى ما بحد بيساعده غير صحيح. أهل أول صحيح. ودور الأهل مثل ما ذكرنا جدا مهم. مهم. أم محمد مشكورة على مداخلتك، بس الوقت ضيق، عنا فقط دقيقة لنهاية البرنامج. أتمنى شكرا أم محمد. دكتورة فاطمة، بالنسبة للسؤال، سؤال أم حمدان. بالنسبة لسؤال أم حمدان، هي ذكرت أن هو عمره 7 سنوات، ومن الجيج لاحظت عليه الحركة الزايدة، ويمكن فيه يعني الحين شكاوي بدت من المدرسة. صحيح. مع مشكلة النطق، الطفل اللي متشتت ذهنيا وما عنده قدرة على التركيز وحركته زايدة، أحيانا يصاحب أمور مثل تأخر النطق، تأخر الأكاديمي، كل هذه الأمور متوقعة. نعم. ليش؟ لأنه مو قادر يأخذ المعلومة. فأنا أنصح محمدان أن يعني تسارع في أنها هي تأخذ الطفل، على أساس النتيجة عندنا نعرف في المستشفى راشد، نقوم نحن بالتشخيص المناسب ونقدر نساعده ونتجنب يعني أن الوضع يسوء أكثر. ف يعني التشخيص راح يكون ان شاء الله باب انه يساعد حمدان، يمكن حمدان لحل المشكله وعلاجه كذلك. اي اكيد. صحيح. دكتوره فاطمه، طبعا الموضوع جدا شيق ومهم، ونحتاج كذلك حلقات اكثر واكثر في البرنامج، وخاصه مع التفاعل خلال اليوم. دكتوره فاطمه سيد احمد، اختصاصيه الطب النفسي بهيئه الصحه بدبي، شكرا لك. شكرا لك. مستمعينا، كانت هذه حلقتنا لليوم، نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت، وحياكم الله ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.